عليكم شباب. السلام شباب. سلام والله ماجورين. الله اجرك. حياك الله شيخنا. شباب انتم مرتبين وحلوين. ليش هيك تسوون بروحكم؟ شيخنا نحب الحسين. نحب الحسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. لقد شاهدتم بعض المقاطع الهزلية من هذه التمثيلية الطلالية التي أراد أصحابها، ولا نعرف أهم من الشيعة حقا أم من المخالفين الذين تسربلوا بسربال أهل التشيع والشعائريون حقا نصرهم الله. أولا، الشعائريون حقا وفقهم الله تعالى لا يؤدون هذه الشعيرة المقدسة بمثل هذه الطريقة الضلالية التي يراد بها التأويل والتعظيم والتفخيم في الضلال وفي التمويه على المؤمنين. هذه الشعيرة يؤديها أصحابها في شعيرة الأربعين المقدسة بانتظام معين، أو يؤدوها على المنبر الشريف كما يفعلها الخطباء، بعض الخطباء وبعض الرواديد وفقهم الله، أو يفعلها بعض المراجع، أو يقررونها، أو من ينوب عنهم سددهم الله تعالى بطريقة نظامية لا بضرب النعال على وجوههم كما لاحظتم في هذه التمثيلية الضلالية التي أرادوا أصحابها أن يهولوا من هذا الأمر لكي يشنئوا أكثر على هذه الشعيرة المقدسة. الحسين واحد، الحسين ما رضى بهاي اللي جاي يسوونها. أنتوا ليش هيك غاطين روحكم بالطين؟ شنو المشكلة؟ أسألكم سؤال بس لا حد يزعل. إذا مات أبونا بالشادر هم نسوي طين وطين الوادي؟ لو نقعد مؤدبين واستكان شاي وملابسنا ومعطرين وجفاف ونبكي حزن، بس ليش نشوه صورة الحسين اللي هو أبو الكل؟ وإذا مات أبوك أنت ألا ترمي إمامتك بالأرض؟ وهل تعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله حينما حث التراب على رأسه الكريم لأنه شهد مقتل الحسين؟ وهل ستذهب وتقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وتطين نفسك على الحسين؟ ولعمري ما أقول في حادثة قد أطبق المسلمون على صحتها، وهي حادثة رؤيا أم سلمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حاثيا التراب على رأسه الشريف. أقرأ في بحار الأنوار للعلامة المجلسي يتكلم مع الشيعي في الجزء 45 الصفحة 231. نقل العلامة المجلسي رحمة الله عليه بطرق كثيرة وألفاظ متعددة هذه الرواية التي سنتلوها، وكذلك الأمال للعلامة الطوسي، وليسمع المخالف كذلك هذه المصادر والتي هي تفيد الشيعي في قوة الاستدلال ومتانته. رويت هذه الرواية كذلك في التاريخ الكبير البخاري المجلد 3 الصفحة 324 وجامع الترمذي. وهؤلاء من أعلام وأصحاب السنن عند أهل الخلاف وعلمائهم الكبار. جامع الترمذي المجلد 5 الصفحة 323، والمعجم الكبير للطبراني المجلد 23 الصفحة 373، ومستدرك الحاكم المجلد 4 الصفحة 19. عن سلمة أنها دخلت على أم سلمة عليها السلام أم المؤمنين حقا وهي تبكي، أم سلمة تبكي، فسألتها ما يبكيك؟ فقالت رأيت النبي صلى الله عليه وآله تعني في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، قال شهدت قتل الحسين آنفا. هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي هو أب لهذه الأمة كما استدليت أنت في الحديث الذي ذكرته، حينما رأى حفيده الحسين حث التراب على رأسه ولحيته، فهل لا فعلت أنت بمثل فعلته؟
رسول الله قال يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة، ومن أحن على الآباء من الأبناء، فهذا العمل مو صحيح. إحنا عندنا حسينيات، تعالوا قعدوا سمعوا محاضرات، تعالوا ساعدوا أبهاتكم بالعمل، عينوهم، تعالوا لطموا، تعالوا لطموا، هنا عندنا مواكب زنجيل، وعندنا مواكب لطم، وعندنا تطبير. إذا كان لديك تطبير وهو أيضا يشوه المذهب أكثر من تشويهه لشعيرة التطين المقدسة، فلماذا لا تعترض على هذه الشعيرة أيها المتناقض؟ واعترضت على هذه الشعيرة التي هي لا شيء في مقابل شعيرة الإدماء المقدسة، وبدأت تتكلم بلا وعي وبدون أي انتباه إلى ما تقول، فلنسمع. الشعائر الحسينية شعائر ثابتة طيبة السمعة، اتوقعوا وثقوا واعتقدوا بالله ورسوله. الأقمار الصناعية جاي يباوعون علينا، والناس جاي تضحك من غير الأديان والقوميات، يباوعوننا باستصغار، يباوعوننا بعين لا إله إلا الله. ليش هذا جاي يسوي ليش هالشكل؟ شنو يعني مثلا؟ يعني مأساة هاي الحسين ما يقبل بيها، الحسين ما يقبل يكون الضر. هسه اللي يريد يسمعني واللي يريد يعلق على رواياتي، انا ما جايب من جيبي. رسول الله يقول دفع الضرر المحتمل واجب، هذا احتمال بسم، احتمال بفيروس، احتمال بتربة ملوثة، وطبت بعينك وبخشمك وتمرضت. الحسين ما يريدك تتمرض مولانا، الحسين يريدك نظيف طاهر. شو يقول الرسول؟ تنظفوا فإن الإسلام نظيف والنظافة من الإيمان. انتم صلوا السقف الشارع. ونسيت التطبير، ونسيت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وما فعله على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونسيت أحاديث أئمتك. إذا زرت الحسين فزره أشأثا أغبرا. أنا قوة عبرت الجماعة الجهال، بعد شوي يلعبون يوقعون بالطين يتأذون. أنتوا سويتوا بحالكم، المفروض كلنا فداء للحسين. احنا مجانين ان شاء الله، مجانين بحب الحسين بالطريقه اللائقه لحب الحسين، مو بالطين، مو بهاي الامور. اجلكم الله، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا الانسان باحسن تقويم. شلون نطق منا على احسن تقويم؟ هذا خلاف الايه القرانيه، خلاف الدين، خلاف المذهب. لا ما يجوز حقيقه، ما يجوز. أنا أقول لك من يمي ما يجوز، لأن الحسين ما يرضى بهاي الأمور اللي جاي يسوونها. طبعاً أكو هسه تبدل وتنظف روحك وقل لأبويا باشر لا تطلع للشغل، أنا أطلع. باشر أبويا ارتاح، اقعد هنا يم بنياتك يم خواتي، أنا أطلع. أعينوا آباءكم، الإمام الصادق شو يقول؟ بروا آباءكم يبركم أبناءكم. الإمام الباقر شو يقول؟ يقول خير الناس من نفع الناس. تعالوا نظفوا الشوارع، مو نوسخ الشوارع. انا حاط لي موكب بنص تراب وطين وخيس، والعالم قوه تعبر، غير موكب حسيني هذا. لا، احنا نلبس ملابس عمل وننظف الشوارع، نبين لهم بان الحسين نظيف. شو يقول الامام الباقر بالزياره؟ اشهد انك طهر طاهر مطهر، لم تنجسك الجاهليه بانجاسها. هاي هسه من اعمال الجاهليه، يعني بعد يومين ان شاء الله تحطون صنم من طين وهم يصيحون لبك يا حسين، وهذا تشبيه بالمعصوم حرام. هذا جدا غلط مولانا. شيخنا من هاللحظه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعالوا قعدوا بالحسينيه، المجالس مدارس. إذا رأيتم أنفسكم أنتم جهلة ولا تنتبهون إلى ما تقولون، فالناس ليسوا مثلكم. فإذا أردتم فعل مسرحية هزلية مرة أخرى، الأولى أن تلتفتوا إلى جميع الأحاديث التي صدرت مثلا في القضية الحسينية، لا تأخذوا بعضا منها وتعرضوا عن الجمع الكثير حتى لا تصبحوا أضحوكة أمام الأنظار. هسه منو منا يعدد لي 12 معصوم بسرعة؟ منو حافظهم؟ للأسف ما حافظينهم. ليش؟ لا باشر، نقعد بالحسينية وناخذ بمكان المحاضرة درس.